السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ازاي نبني بيوت في قلب سيمس 4 ويكون اكتر من دور. تبدأ تختار بقى المكان اللي انت عايز تبني فيه، وليكن مثلا دوت. فبيقول لي لازم تضيف شخص، تمام؟ فأنا ممكن اقول له انا عايز شخص دوت، وتبدأ تختار الشخصية بتاعته. اهوت اكتيفيتي يوجينيوس، تمام. وتقدر تعدل بقى اللون بتاع الشعر بتاعه مثلا، اهوت اختار شكل الشعر بتاعه، الفيس بتاعه، لحد ما توصل ان انت تعمل نفس الشخصية اللي انت عايزها. ممكن زميلك في المكتب مثلا، او ممكن تخليه هيئة الجوكر مثلا كده. تقدر تلبسه اي حاجة انت عايزها بالشكل دوت لحد ما توصل للشكل اللي انت عايزه. طيب بعد كده هقول له انا موافق على الشخص دوت، تقدر تلبسه البدلة اللي انت عايزها. تمام، تقول له اوكي. تقدر تضيف اكتر من شخص، هو بيقول لك سمي الشخص ده اسم مثلا انس. انس احمد. طيب اقول له موافق. هو هيبدأ ينقل الراجل دوت للمكان دوت، فاقول له ماشي. تمام، اقول له اوكي. بيبدأ بقى يحمل اللعبة. اهوت اقول له انا عايز ابني. طيب اول حاجه هبنيها مثلا الحوايط، اقول له انا عايز ابني الغرفه بالشكل دوت، اهو مثلا من هنا لهنا. وطبعا جوه بقى تبدا تقسم اللي انت عايزه. خلينا نقسم من خلال من خلال الحته ديت، وكل حاجه انت بتبنيها بتكلفك فلوس، فتوصل لك الفاتوره بالحاجه اللي انت عملتها. طيب عندي هنا ديت بقول له اظهر لي الدور اللي فوق لو في دور اكتر. هنا بيقول له اظهر لي الحوائط او فيها بالشكل دوت. طيب بعد كده ممكن اقول له انا عايز ارسم غرفة، تمام. وممكن ترسمها بنفس الابعاد اللي تحت، يعني ممكن تيجي من اول هنا لحد هنا ترسم كل اللي انت عايزه، تمام، مفيش مشكلة. أو ممكن ترسم غرفة أصغر مثلا، بحيث إن ده مثلا هيبقى فيه حاجة تانية، دي حاجة ترجع لك، يعني مش شرط إن أنت ترسم أصغر أو ترسم نفس الحاجة، تمام. ممكن تقول له اطلع دور كمان ونرسم من هنا لهنا كده، أو نطلع أهي. تقدر ترسم بقى اللي أنت عايزه، ولكن مثلا عايزين نرسم سور فوق عشان محدش يقع. أنا حطيت السور، وبعد كده هحركه بحيث ان هو يبقى واخد المنطقه اللي فوق دي كلها، اه بالشكل دوت. تقدر تعمل له موف، تقدر تخليه اعلى بالشكل دوت زي ما انت عايز، تمام. طيب لو عايزين نضيف سلم مثلا، اقول له انا عايز سلم شكل السلم اهوت. ممكن تخليه مثلا ان هو موازي الحيطه بحيث ان انت تطلع كده تلاقي نفسك في الدور اللي انت عايزه، او تعمل له روتيت لو حابب. بالشكل دوت، وتحطه مثلا هنا لو انت حابب. الفكرة بس كلها ان المساحة هنا قليلة، فانت كده هتدخل عند الجور. طيب انا ممكن تحط ايه تاني؟ ممكن تحط شبابيك، تقول له انا عايز ويندو، ممكن تبدأ تحط شبابيك. طبعا هحط بواب يعني، بس برضو ايه، انا هحط شويه شبابيك كده نروش مع نفسنا شويه. طيب عايز تحط باب،
تيجي هنا تقول له انا عايز الباب دوت، وتبدا تحط الباب زي ما انت عايز. خلينا نختار بيت باب كده يكون مميز. طيب هاجي هنا اقول له انا عايز النمط بتاع الاشخاص، وحد بقى الشخص اللي انا عايزه اهوت. هو طيب بعض الحاجات نبدا نشوف ايه اللي هو عايزه نعملها له. طيب ممكن اجي هنا وادوس هنا بالشمال واقول له جو هير، فيبدا يدخل ويدخل على المكان اللي انت عايزه. هو برضو ممكن تضيف اكتر من شخص، والاشخاص دول يبداوا يتفاهموا ويبدأ يعمل كل اللي انت عايزه. مثلا تقول لهم الكلام مع بعض، افتح حوار مع بعض. ممكن تيجي هنا تقول له change outfit اهوت. ممكن تحط له بقى سرير وحاجات زي كده، بحيث ان هو لو عايز ينام او كده. مثلا عايزين سرير، مثلا هاجي هنا اقول له انا عايز البيدروم اهوت. تقدر تختار السرير اللي انت عايزه، وتقدر تختار لون السرير زي ما انت عايز، بحيث ان هو لو عايز ينام يقدر ينام على السرير زي ما عايز. هنا السرير دوت انا قلبته، ممكن برايت كليك تقلبه زي ما انت عايز.